حياكم الله مشاهدينا في فقرة جديدة من كواليس عسيف. كواليسنا اليوم موجودة في حفل غنائي متميز للفنان السعودي الجميل الشاب اللي صوته وايد انتشر بالآونة الأخيرة خاصة بين فئة الشباب والبنات، المطرب السعودي عايض. ترى ما هو على كيفك تقرر عني شيء اللي عني شيء اللي المطرب السعودي عايض هذه أول حفلة له على الأراضي أو المسرح الكويتي. بما أنه هي أول حفلة بالكويت فبيكون يعني متنوع ما بين الجديد والقديم، يعني ما بين الأغاني يعني اللي من أول ما يعني ما طلعت على الساحة، ومن الألبوم الجديد بإذن الله راح نقدم أشياء لأول مرة، ويا رب يعني تنال الإعجاب. بما أني أنا ما جربت يمكن شوية الكوميديا يعني كتجربة، حتى ما كانت يعني تجربة، وجربت الدراما فيمكن شوي الكوميديا اخف يعني يعني مو اسهل، هي اخف يعني حتى الجو العام اخف من الدراما. مجبور تحبني لازم وكل الدنيا تشدني راحت. اليوم احنا بأرينا مو بس راح نسمع عايض، كذلك راح نسمع المطرب الشاب الكويتي المحبوب واللي له جماهيريه وايد كبيره، مطرف المطرف. اليوم احنا بالكواليس بنحاول نغطي كثر ما نقدر كل اللقطات اللي ممكن تحوز على رضاكم، خلينا نطلع نشوف ويا بعض. ان شاء الله كل خير مزحبه حق الجمهور، وبالذات حفله اليوم راح يكون فيها جديد من الاغاني الاخيره اللي طرحتها، وباختصار في مفاجآت للجمهور. انا من الساعه غشيت ان هم تقريبا 23 اغنيه مجهزهم. يعني تقريبا مو بالضبط، اي تقريبا، بس راح اغني من 23 مو كلها، اي اذا مدانا يعني عشان الوقت. وفي اغاني يدد؟ في اغاني يدد نعم. اي 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 شلون متوقع الليله راح تكون؟ ليله كالعاده ان شاء الله، الجمهور الكويتي وارينا يعني يعني غني عن التعريف. ارسم لون كل شيء اخضر في بالك او بالي. والله احنا كانت البروفات شاقه جدا وعدد الاغاني كان كبير جدا، بس الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني كل فنان خد حقه زياده من التركيز والعمل والشغل الدؤوب. بالاخير الجمهور الكويتي يستاهل تعبنا، وان شاء الله تعبنا ما يروح على فراغ، وجمهور ذويق، واحنا دائما من معجبين جمهور الكويت ونحب حفلاتهم. افتتاحية حفل مطرب